صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور ساد جوردن وعلى نور ساد وتلفزيون تيلي لومير. منصبح عليكم أنا وأبونا جورج رايحة في هذا النهار المبارك يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا على الشاشة الصغيرة نور ساد، وأيضا موجودين كمان لايف ببث مباشر على صفحتنا على فيسبوك. بشكر كل اللي عم بيتابعونا الآن واللي صاحيين يتابعونا ويسمعوا شو عم نحكي هذا النهار، خاصة إنه عم نحكي عن مواضيع طبعا بتهم المشاهد، بتهم المتابع، واللي بيتابعنا على الصفحة أيضا بتهم حياة الشخص المؤمن، الإنسان المؤمن، يزيده إيمان وأيضا يساعده على المضي وعيش الحياة. فأنا وأبونا جورج رايحة اخترنا لكم اليوم موضوع إنه السلام الحقيقي ومفهوم السلام في المسيحية. طبعا في اباء كهنه وفي علمانيين رح يتحدثوا، وفي اذا في اتصالات من اشخاص بحبوا انهم يشاركوا في مداخلاتهم استعجلوا اتصلوا فينا قبل ما يروح الوقت، او نعتذر منكم بالاخر. فرح نكرس هاي الحلقه لنسمع منكم ونسمع من ابائنا، وايضا بالنهايه لتسمعوا منا انا وابونا جورج شرايحه. أبونا نبلش بصلاة وأيضا بعدين نبدأ بموضوعنا. أعزائي المشاهدين صباحكم نور، بنحييكم مع الدكتور وهالكلام الحلو اللي افتتحت فيه. أجمل ما نبلش فيه هو الصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإله الآب السماوي، امنحنا السلام في قلوبنا، في علاقاتنا الإنسانية، في بلاد العالم أجمعين. نترجى عنايتك السماوية الفائقة أن تقف الحروب وويلاتها، وأن يعم السلام جميع الأمم من الآن إلى الأبد. آمين. آمين. وطبعا العصافير اللي غردت الصبح هذا النهار واللي عم بتابعنا على صفحتنا على فيسبوك وبعتت لنا بصباحاتها وبعتت لنا كمان بمشاركاتها في هذا الموضوع، منقول لإيفون حتر إنفادي صباحك نور يا إنفادي، وأيضا ماجد البير، السلام هو الثقة والإيمان أننا أبناء الله وهو حافظنا وحفظنا ومدبرنا، ولا يرضى لنا أن ندخل في التجارب فنعيش الاكتفاء مع المسيح. شكرا يا ماجد وتابعينا، وضيفي أيضا مداخلات على اللي منحكي. ميادة عاشور صباحكم مبارك، شكرا يا ميادة. هيفاء بنت عيسى قمو وأبي حمو أيضا، وأمل السلمان وأمل حبايبة وخالد بصرة، صباحكم نور وشكرا لمتابعتكم، وأيضا منحب مشاركتكم كمان بأراءكم عن هالحلقة وعن هذا الموضوع. فمنقول لأنور أي عياد صباحك نور، وأم عادل النمري صباحكم سلام ومحبة من الرب يسوع المسيح، وأمل السلمان صباحك نور ونور محبة سلام أترك لكم سلامي أعطيكم. شكرا يا أمل. رند المدني صباحك نور، وفرح توشي، وأمل نحاس، ووائل مصلح، لورا الحديد، ونايل حجازين صباحكم نور، وهيفا بنت قمو سعد صباحك، أشرف الأيوب، وميري النبر سلام الرب يحميكم ويجعل حياتكم كلها نور، وصباحكم نور يسعد صباحكم جميعا. كارمن النبر صباحكم نور، رح أتابع على الصفحة مداخلاتكم إن شاء الله إنه ما بنسى حدا. فحلقتنا اليوم عن السلام. احنا كلنا بننشد السلام وبنطلب السلام، واحيانا لا نجده، نبحث عنه بس ما بنجده. ليه؟ طبعا في ظل الاضطرابات اللي عم نعيشها، الحروب اللي عم نعيشها حوالينا في المدن والقرى والبلاد اللي حوالينا عم بتعيش هاي الاضطرابات، ما في سلام. الانسان الجائع، المعوز، الإنسان اللي عم بيصادف تحديات اقتصادية مادية ما في عم بعيش السلام، لأنه ببحث عن السلام في الماديات، ببحث عن السلام إنه يكون عنده مصاري، يكون عنده سيارة، يكون عنده بيت، يكون عنده حساب بالبنك، يسافر، يشم الهواء، يلف الدنيا، هذا بالنسبة له بيعطيه السلام.
لكن اللي عندهم هاي الأشياء برضو كمان ما عندهم سلام، لأنه يعني كتير في قصص تسمعوها اتعظوا منها، خدوا منها أفكار إنه في ناس كتير حتى عندهم المصاري مش عايشين السلام. إذن هل هناك إشي اسمه سلام حقيقي؟ هل هناك موجود السلام اللي أنا ببحث عنه، ولا عم بحكي على وهم أو ببحث عن شيء وهم بعرف إنه موجود بس هو مش موجود حقيقة؟ هوني حلقتنا اليوم تنضوي على هذا الموضوع مع أبائنا الكهنة، وعشان نحكي عن موضوع السلام الحقيقي في المسيحية، أين أجده؟ وإذا وجدته وعملت فيه هل أحصل على نتائج؟ طبعا هذا كله في حلقتنا، تابعونا من بدايتها لا تعرفوا هذه الأمور كلها، وأنا بحاول في النهاية أني ألخص الموضوع للي بيتابعونا متأخر أو بوصلوا متأخر. فبرضو كمان ديانا بتلحمي وعوني سليمان صباحكم نور أستاذ عوني، ومنحب مشاركتك أستاذ عوني وتضيف لنا أفكار من عندك، وأنت متابع وأيضا نشيط ومؤمن. ولونا نفع صباحك نور يا لونا من أخوية الروم الملكيين الكاثوليك. ميمي بوشة ونسرين يتيم الغريب وديت تيتيان نيفين يعقوب بقاعين، أهلا وسهلا يا عزيزتي، أول مرة أنت بتحضرينا فإن شاء الله بتضلك من المتابعين لإلنا. أم نادر حداد وسامي بواب صباحكم نور، وميري أنتبليان أنصريان، يعني أنت الأرمن أساميكم يعني أهلا وسهلا فيكي كمان، أنت أول مرة بتحضرينا. جويل جابي زيادات وفاتن يونان صباحكم نور، وسهيل تريز توما وكمال كواليد صباحكم سلام ومحبة ويجعل كلها نور وإيمان. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أبونا تحدثنا على موضوع السلام وموضوعنا نعم. لهذه الحلقة، وتناقش مع نعم. المتابعين على موضوع السلام نعم. تفضل. هلا بداية احنا بنحكي على صعيدين، السلام الداخلي والسلام الخارجي. هلا اللي احنا بنركز عليه بالكنيسة والمسيحية اللي هو السلام الداخلي، لأنه السلام الخارجي له علاقة بالسياسة وله علاقة بمصالح الشعوب وله علاقة بالأمور الاقتصادية. بدنا نحكي احنا بالسلام الداخلي. بداية مذر تريز الأم تحكي أن السلام يبدأ من الابتسامة، يعني ابتسامتي أنا تصنع بنفسيتي من الداخل هدوء وسكينة، بتساعدني على أني أضبضب فايلاتي زي ما بحكم. كيف في عملية الضبضبة هاي؟ الفايلات يعني الأشياء العاطفية لها فايل، الأشياء العقلية، الأمور المادية بالحياة، مسؤولياتي، شغلي، وظائفي، لما بعملها بصبر وبهدوء وأخذ وقتي بالأشياء، العجلة هي اللي بتفوتنا بالاضطرابات اللي هي عكس السلام الداخلي. عكس السلام الداخلي أنا بمفهومي الشخصي هو التشويش. نعم. وكثير بس أبونا نعم. ماذر تريزا لما طرحت هذا الموضوع وقالت في الابتسامة، بس هي ماذر تريزا، ما هي كانت ماذر تريزا بما يعني عطائها ومحبتها والفيض اللي بتفيضه بكلامها لما بتحكي عن هذا الكلام، من أين نابع؟ نعم ماذر من تريزا من هذا أكيد من سلام يسوع المسيح اللي نعم. أعطاها إيمانها. بقلبها بإيمانها أكيد 100% اللي الأعمال العظيمة اللي كانت تقوم فيها، و يعني في مذكراتها يعني بتحكي كانت يعني كلها الابتسامة وكلها العمل، بس هي كانت من جوا تعبانة نعم. يعني كان في ظروف تمرق فيها صعبة كثير، من يعني تكتب لمرشدها وهي الرسائل انتشرت وترجمت. ف يعني عطائها وفيض عطائها نابع من إيمانها بالضبط. دائما بنحكي هيك انه يسوع هو الانطلاق، السلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم. إذا نعم. يسوع قارب ما بين نوعين من أنواع السلام الداخلي حتى نعم. إنه في السلام اللي حضرتك حكيتي عنه قبل شوية بالمقدمة، ألا وهو الاستقرار، إنه نعم. يكون وضعي المادي منيح، أولادي حوالي منيح، الشغل منيح، كل الأشياء اللي منيح، هذا اسمه استقرار مش سلام داخلي نعم. هذا اللي بيعطيه مين؟ العالم نعم. أما اللي بيعطيه يسوع ليس كما أعطي كما يعطيكم العالم، أنا بعطيكم السلام اللي هي السكينة والخلوة اللقاء مع الله بشكل مستمر.
وأنا بسوق لقائي مع الله، وأنا بحكي هلا أن أكون آنية من خزاف يسكب هو نعمة الروح القدس في العطر. فلا تعودي أنت تتفوهي بهذا الكلام اللي حكيتي المقدم الحلو هاي، بيكون ربنا هو استخدمك اليوم. ونياله أخوتي المشاهدين اللي بسمح لربنا أنه يستخدمه، لأنه يسوع مزوج بحكي أنا هذا واقف على الباب وأقرع، بتفتح بدخل بتعشى عندك. إذا ما فتحت مزوج يسوع ما بتحش على حياتنا، نقول لا أنا داخل بقلبك، أنا اللي خلقتك، أنا اللي بدي، أنا واحد. لا، إلهنا إله سلام ومحبة بالضبط. نعم. قبل ما يحضروا الشباب الاتصالات مع الكهنة، إذا جاهزين شباب الاتصالات، برجع بحكي لديالة يوسف السلمان صباحك نور، وهيلدا ميخائيل، ونبيل حجازين، ميشيل تادروس، وعيدة إبراهيم الصوص، وإيفلين حبيب، ونسرين جميل مدانات صباحكم نور، ومريم جبارة، وضياء حداد، وبسام الصناع صباحكم نور وبركة. احنا في البداية حكينا عن السلام واحتياجات الإنسان عشان يعيش، مثل مثلا حكينا السيارة والمال والبيت والراتب المعاش آخر الشهر، صوت الأولاد بالمدارس، احتياجاتهم الطبية إذا صار عندهم أمراض وكذا، بدهم مستشفى، بدهم أدوية، كبار السن بدهم رعاية، بدهم خدمة. احنا ما حكينا إنه هاي المتطلبات مش ضرورية، ضرورية، وهي اللي بتحقق. عدم وجودها ممكن يعطينا انزعاج، يعطينا استسلام، يأس. هلأ بعد ما ناخذ هذا الاتصال منكمل حديثنا ونسمع أبونا جريس السمرات، وهو سفير السلام. صباحك نور أبونا. دكتورتنا الغالية يسعد صباحك. الله يسعدك يا رب. شكرا لك أبو رجل، يسعد صباحك. صباحك نور أبونا حبيبي، وقال الحمد لله على سلامتك. السلام أيضا وداعي للسلام، ومن يصنع السلام هو بالبداية أصلا من أبناء الله يدعون. فأنت الأب الكاهن طبعا من كنيسة الروم الأرثوذكس، أحد الكهنة، وأيضا حاصل على شرف ولقب سفير السلام. تفضل أبونا. السلام الحقيقي أين نجده؟ ومضاف له دكتورة مدير العلاقات الدولية للأمم المتحدة كمان. يا عيني يا عيني، هذه إضافة ربنا. الله يزيد يا ربي ويبارك أبونا، تستحق. يطول عمرك يا دكتورة، يطول عمرك، تستحق. أبونا إحنا موضوعنا اليوم عن السلام الحقيقي في المسيحية. نعم. هل السلام اللي بينشده الناس المؤمنين موجود حقيقة؟ لأنه عم بي دائما يبحثون عنه ولا يجدوه، فعم بتسألوا هل هو موجود حقيقة؟ والسلام اللي حكى عنه يسوع، ما هو السلام اللي حكى عنه يسوع؟ دكتورة، أول إشي إحنا يجب علينا أنه كأبناء للكنيسة وأبناء للمسيح أنه نؤمن أن المسيح هو ملك السلام. نعم. وهو من أتى بالسلام وأعطانا السلام، لأنه عندما قال لتلاميذ السلام لكم سلامي وأعطيكم. إذن من هنا بتنطلق هاي الكلمة في داخل كل إنسان مؤمن من أبناء الكنيسة. إذا بنرجع للكتاب المقدس، أول شيء الموعظة اللي على الجبل هي كانت رمز إلى إعلان سلام المسيح وسلام الله مع الإنسان بعد سقوطه في الخطيئة، حتى يعيد الله هذا الإنسان إلى ملكوته. أعطاها في تجسد الرب يسوع المسيح في إعادة هذا الإنسان إلى الملكوت. فهون في عنا شغلة مهمة جدا دكتورة. نعم. على أساس أنه لما إحنا بنحكي عن السلام الداخلي للإنسان، في قبل شوي بيحكي أبونا في هناك نوعين من السلام، في سلام داخلي وفي سلام خارجي. نعم. ولكن إحنا بهمنا أن نتحدث دائما عن السلام الداخلي في الإنسان. بعد ما في التطويبات على جبل التطويبات عندما حكى طوبى لأنقياء القلوب. نعم. إذن حتى يكون السلام في قلبي يجب أن أكون نقي القلب أولا. هذا هاي نقطة أساسية في الإنسان. الإشي الثاني إنه إحنا الجبل التطويبات، الجبل يشير إلى النفس العالية التي ارتفعت فوق الأمور الزمنية محلقة في السماويات. على هذا الجبل تظهر المدينة الله المقدسة التي يعني لا يمكن إخفائها،
وتظهر الكنيسة المقدسة متحلية في حليات القديسين. إذا إحنا هنا ما بنقدر نفصل ما بين الكنيسة، حياة القديسين، الكتاب المقدس، وأيضا عملنا إحنا كأبناء في الكنيسة. في على الجبل يصعد الرب بنفسه ليتحدث من شعب مع شعبه. إذا الجبل هو أصبح شاهد حق خلال الحياة المقدسة العملية. الإشي الثاني إنه من هذه النفس شوف وين ربنا، عشان لما بقول لك طوبى لأنقياء القلوب وبعدها قال طوبى لصانعي السلام، إنه جبل يعني إلى تلك النفوس العالية للأباء والأنبياء في العهد القديم وللتلاميذ والرسل في العهد الجديد، لأنهم كلهم بيمثلوا جبل واحد مرتفع، وأيضا اللي جلس عليه اللي هو السيد يتحدث فيه عن غاية الناموس والنبوات اللي بتقودنا إلى المخلص. هنا المسيح لما يعني فتح فاه وتكلم وابتدأ في هذه الموعظة الجليلة إلنا. هلأ السلام اللي أعطانا إياه ربنا إنه سلام العالم، سلام خارجي وسلام داخلي. سلام العالم اللي هو 9 دول والأمم والشعوب إن تعيشوا في سلام مع بعضها وتبتعد عن الحروب والعنف، وهذا ما قاله في سفر سيراق، فيحل السلام من الرب على وجه الأرض. لكن في السلام الداخلي ربنا أعطانا حال السلام داخلي وطمأنينة، أي سلام القلب، نعم. حتى في وقت الشدة، في وقت الضيق، الاضطهاد، سلام إحنا فائق من الله أعطانا إياه كامل بالمحبة والإيمان القوي، ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في كورنثوس. إذن هون ربنا في هاي التطويبات أعطانا إشي مميز آخر، وهو أنه المسيح رئيس سلام، ملك سلام، وقيل عنه لنمو رياسته وللسلام وللسلام لا نهاية. في أشعياء النبي تحدث منذ العهد القديم، يعني إحنا قاعدين نربط عهد قديم وعهد جديد مع بعض. إذا في خلال مصالحتنا مع السيد ودمه على الصليب، بكتب معلمنا بولس الرسول للأمم، بيحكي بقول أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فراغ، ولكي يخلق الاثنين في نفس إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قائلا قاتلا العداوة به في أفسس. جميل جدا. هلأ هون إنه كما صالح السيد الإنسان مع الله، صالح الإنسان مع أخيه الإنسان. أعطى تلاميذه القديسين خدمة المصالح بحسب القصد الآب السماوي وتدبيره. وبولس الرسول بيحكي لنا الكل، لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. عشان هيك لما قال إنه اغفروا بعضكم لبعض 70 في 70 في الكتاب المقدس. إذا هنا إحنا كمان نسعى دائما كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظنا نطلب من عن المسيح تصالحوا مع الله. لكن احنا مشكلتنا الايام هاي انه نتيجة الضغط ونتيجة الضيقة ونتيجة ابتعاد الانسان حتى عن الكنيسة، انه الانسان عم بفقد السلام هذا. لا يا اخي، ما تفقد هذا السلام، لانه ربنا دائما موجود. ربنا بيقول تعالوا الي يا متعبي وحاملي الاثقال وانا اريحكم. عشان هيك احنا كل ما ابتعدنا عن الكنيسة كل ما خسرنا سلامنا مع الله. اذا خسرنا سلامنا مع الله خسرنا ايضا إيماننا. ابتعدنا عن العقيدة، ابتعدنا عن الآباء القديسين، ابتعدنا عن مشاركتنا في الخدمة الإلهية اللي بتجتمع فيها الأنبياء والقديسين الصديقين، الملائكة بتشتهي كمان وأنها بتكون موجودة للمشاركة في هذه الخدمة، لأنه الله بعطينا هذا السلام. عشان هيك الكاهن لما بطلع في خدمة القداس الإلهي بيقول السلام لجميعكم. نعم. أوكي. فهنا هاي زرحها الله فينا بكل إنسان مسيحي مؤمن في دم وفي جسد وفي عمل الله الخلاصي. آمين. المسيح لما دخل على علية صهيون
أول كلمة قالها للتلاميذ قال سلامي لكم. وبعدها أراهم يديه جنبه، فرح التلاميذ، لكن قال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. يعني زي ما أنا أعطيتكم هذا السلام الآن أنا أرسلكم لتعطوا السلام إلى العالم أجمع. ونفخ فيهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. وهنا بشرهم بالسلام وأعطاهم السلطان أن ينشروه لكل من يرغب. نعم جميل أبونا هذا الحديث، يعني زي ما تفضلت حضرتك وأنا منجهز معك أنه يعني بده ساعات من ما بيخلصوا لقد ما هو الموضوع دسم. هو فعلا أبونا أنا حكيت لك، يعني إذا بدنا نتحدث عن موضوع السلام من خلال الكتاب المقدس فهو موضوع طويل جدا وإله يعني وقت ساعات حتى تتحدث إنه، لأنه كلمة سلام هي أنت بتتحدث عن آب وتتحدث عن ابن، تتحدث عن نعمة الروح القدس كاملة. عشان هيك هذا الموضوع هو موضوع طويل جدا جدا. نعم. وهنا يعني إحنا كمان الناس عشان تعرف إنه إحنا في الكنيسة لا نبتعد ولا نترك ما أعطانا إياه الآباء القديسين، ولا نترك ما سلمه لنا الآباء القديسين من خلال الكتاب المقدس الذي خرج من الكنيسة منذ 2000 عام حتى وقتنا هذا الحاضر ليسلم بين أيدي أبنائنا. حلو، شكرا لك يا أبونا على هذا الكلام الجميل، الكلمة وهي الاستضافة وأيضا هذا التعبير الجميل والشرح الوافي عن موضوع السلام اللي أنت يعني ممكن نلخصه إنه في الإيمان، والإيمان والقرب من الله هو هذا منبع السلام الحقيقي، السلام المنشود، السلام اللي بيبحث عنه الشخص المؤمن. فالإيمان أهم شيء بحياة المؤمن، إذا لا تؤمن لا في ما في سلام، لأنه السلام المنشود إذا بتطلبه من ربنا، إذا بدك سلام الله بدك تطلبه من ربنا، إذا بدك سلام أرضي عاد بتطلبه من العبد، وعمر العبد ما أعطاك سلام. هلا إحنا دائما دكتورة بنقول إذا أنت نظرت إلى الأسفل أنت نظرت إلى الأرضيات، لكن انظر دائما إلى الأعلى إلى السماويات. فعشان هيك ربنا يعني حتى يعني لما بحكي لك بقول لك تعالوا إلي يا متعبي وحملي أثقالي وأنا أريح. أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أي بنتعشى معنا ونتعشى معه بالإيمان، نتعشى معه بالحياة الملكوت، نتعشى معه في نعمة الروح القدس. أكيد. حتى نعيش في هذا الطمأنينة. إذا كل ما كان الإنسان مطمئن في حياته ومطمئن في داخله، إذا هو في عنده سلام داخلي. نعم بعيش بسلام. وهذا اللي احنا دائما نتطلع له، انه يكون في دائما سلام ما بين العالم الطبيعة البشرية وايضا سلام الانسان مع الله نفسه. نعم ابونا هذا اتصال مع حضرتك لا يغني انك تكون معنا بالاستديو مع الدكتورة في حلقات قادمة، هالمرة مشيناها. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وقتك بيسمح لك يا ابونا وتكون معنا بالاستديو مباشرة. لا ان شاء الله ان شاء الله. انا بحب اشكركم دكتورة على البرنامج الطيب، ولابونا جورج الله يخليك، ولكل المستمعين ولكل الطاقم اللي قائم على هذا العمل. نعم. انه في كلمة نهائية انه في هذا الصباح تذكر يا إنسان أنك أنت جالس على الجبل مع الرب يسوع المسيح. نعم. تذكر أنه هذا الجبل هو الملكوت السماوي اللي عم برفعنا إله، وإنت عم تسمع كلمة الله. تذكر أنه عيش بسلام معه حتى تعيش بسلام مع الآخرين. آمين. وربنا ربنا ربنا يكون مع الجميع، وبركته تكون دائما ومحبته دائما معنا، ويبعد عنا كل شر وكل أذية، وأن يحفظ هذا الأردن، أردننا الغالي بقيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله. وشكرا مرة ثانية دكتورة. الله يسعدك. شكرا يا أبونا. شكرا. هلا. شكرا للأب الأيكونوموس جوريس ميراد سفير مجلس السلام العالمي وحقوق الإنسان، كان معنا في اتصال. نشكره ونشكره على هالكلام العميق على موضوع السلام، وبنشكر كل الأشخاص اللي موجودين معنا على الصفحة. منقولها لسايبيريا متى شايا أهلا وسهلا فيكي، صباحك نور. وماهر قندح صباحك نور، وأنصاف دحابرة من يا رب السلام. وإن شاء الله استفدتوا من كلمة أبونا
جريس سميرات في هذا الصباح، ونمر حنا وريهام الربضي وبديعة حدادين وسارة موسى وفرحان عمسو دينا الفاخوري وصليب مسيح. سلام الرب يكون معكم. باسل بدر ونايفة أبو الزلف صباحك نور، وهيام عفريم وأيوب، هيام أيوب وأيمن عياد ورعد النعومي صباحكم نور، ورنيم بطو صباحك نور، ورجا نصار وجورجيت مخول وجريسات إخلاص جريسات وضياء هاني حداد. منقولكم صباحكم نور جلال الصيفو ومراد حجازين وأركان المصلاوي ومرتم دانات وتومة تومة ونوار غطى حازم زارة وبسمة ادعيبس ومنى صروح صباحكم نور، وريتا الداود. طبعا جميع الأشخاص الموجودين على صفحتنا أنا بتمنى لكم صباحكم مبارك، وأيضا أنكم تستفيدوا من حلقتنا لهذا النهار وتقدروا توصلوا للسلام الحقيقي المنشود لكل مؤمن. فمعنا اتصال مع أبونا فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار. الله يسعدك، كيفك النهار اليوم؟ شكرا لكم أبونا السلام. ومعنى الحقيقي للسلام المسيحي المنشود، احنا بنقول عن السلام المسيحي لكن احنا هو السلام المنشود، هو السلام عام للجميع، لكن احنا عم نحكي عن السلام اللي ذكره السيد المسيح في الإنجيل المقدس. الإنسان يسعى له دوما ولا يحصل عليه، فصار عنده تساؤل هل هو موجود أو غير موجود، هل هناك سلام حقيقي في ظل الظروف اللي عم نعيشها وظل التحديات اللي عم بعيشها الإنسان؟ تفضل أبونا. أولا صباح الخير بسمة، وصباح الخير أبونا جورج، صباحك النور. وبحية كمان أبونا جيريس سميرات صديقي العزيز، وبنهني على الكلمة الحلوة، وإن شاء الله أفكارنا هي بتكمل بعضها البعض للمصلحة العامة. تفضل أبونا. أول شيء الحديث عن السلام، ما هو السلام؟ السلام يدل على وجود الشيء في وضعه السليم الكامل، وبهذا المعنى يكون السلام في وضع الإنسان الذي يعيش في وئام مع الطبيعة، مع نفسه، مع الآخرين، ومع الله. وفي الواقع السلام أولا هو في داخل الإنسان، فالله لما خلق الإنسان خلقه في حال البرارة والنظام والسلام، فكان نتيجة خضوعه لإرادة الله. وعندما تجاوز الإنسان الأول شريعة الله فقد السلام، لذلك نقرأ في سفر أشعياء عتاب الله على الإنسان الأول بهذا الخصوص: ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان سلامك فائضا كالنهر وبرك كأمواج البحر. لأنه بعد أن يسود السلام في قلب الإنسان سيتصرف بالمحبة والعدل، وهما أساس السلام. فالعدل يخلق النظام لأنه يجعل الإنسان في مرتبته وينهاه عن التعدي على حقوق الغير، والعدل يجعل الإنسان راضيا بحاله وثروته، والمحبة تلطف من مطالب العدل وتسكب الرحمة في القلوب. المحبة تأمر الإنسان بأن يعطف ويشفق ويتحمل ويغفر. كل مرة نحلل الاضطرابات والحروب والقلاقل ونفحص عن أسبابها نجد أن السلام فقد بين البشر لأنهم تجاوزوا حدود العدل وحادوا عن المحبة. لأنهم عندما يشعر الأخ أنه مظلوم من قبل أخيه يثور ويشاجر، وعندما يشعر أحد الزوجين بالظلم يتمرد، وعندما يشعر الجار بظلم جاره يدب الخلاف بينهما، وعندما تشعر دولة بظلم دولة أخرى عليها يضيع الوئام وتنشب الحرب. عندما يشعر الإنسان بضياع حقه عندئذ يعلن الحرب، فمن يعمل من أجل العدل يعمل من أجل السلام. ويؤكد هذه الحقيقة أشعياء النبي بقوله: إن السلام هو ثمرة العدل. ولا يبنى السلام عن طريق توازن القوى البشرية، لأن توازن القوى يولد الخوف في الإنسان من أخيه الإنسان، والخوف يولد الرفض في نفس الإنسان لأخيه الإنسان، والرفض يتحول إلى استعمال العنف، ثم ينتقل العنف من الفرد إلى الجماعة.
فراح نشوف السلام هو أمنية يسوع، أمنية الكنيسة، وأمنية كل مسيحي. أولا السلام هو أمنية يسوع. أعلن الله السلام بيسوع المسيح إذ أرسله مبشرا بالسلام، ودعي اسمه عجيبا مشيرا، إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام، ويهب سلاما لا انقضاء لهم. طبعا كل هاي آيات في الكتاب المقدس. وأنشدت الملائكة بمولد نشيد السلام فوق مغارة بيت لحم. منح تلاميذه السلام، السلام استودعكم، السلام يعطيكم، لست كما يعطي العالم أعطيكم أنا. بعد قيامتي أول كلمة لتلاميذه كانت السلام معكم، وذلك لأن إلهنا هو إله السلام. إن الله ليس إله التشويش بل إله السلام. السلام أيضا هو أمنية الكنيسة. الكنيسة هي رسولة السلام وتتابع عمل رسالة السلام إلى العالم بكل مؤسساتها على مثال مؤسسها يسوع المسيح. ومن منا ينكر دور الفاتيكان في الساحة الدولية في هذا الميدان، وذلك ليس لهدف مادي ولا لمصلحة سياسية وليس لمطامع دنيوية كما تفعل بقية الدول، بل فقط من أجل أن ينعم أبناء الله بسلام وحرية ورفاهية يتفرغون للعمل من أجل خلاصهم الأبدي. السلام أيضا يجب أن يكون أمنية كل تلميذ ليسوع. فاعلي السلام هم صورة لأبيهم السماوي إله السلام. فاعلي السلام هم أبناء الله، ينظر الناس إليهم كممثلين عن الله. طوبى لفاعلي السلام فإنهم أبناء الله يدعون. فاعلي السلام هم ورثة الله، يتمتعون في هذه الحياة بمحبة الناس لهم وفي الآخرة بإكليل مجد ثني. وهنا أنهي كلمتي بما قاله قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بهذا الصلب: إن أود أن أوصيكم أيها الشبان والشابات المسيحيون بهذا الشعور بالمسؤولية، فأنتم كمسيحيين تعون أنكم أبناء الله، والمسيح القائم من الموت يمنحكم السلام والمصالحة كعطية الله. إن الله الذي هو السلام الأزلي قد صنع السلام مع العالم بواسطة المسيح، وأن السلام قد وضعه في قلوبنا، وإن الله يمنحكم سلامه لا كخير يمكنكم المحافظة عليه، بل ككنز لا تملكونه إلا عندما تقاسمونه الآخرين. السلام هو حالة يجب اكتسابها أو الدفاع عنها بالصلاة والفكر والجهد. يقوم السلام الحقيقي بمولد المسيح في قلوب البشر كما ولد في مغارة بيت لحم. عندها ستنشد الملائكة في قلوبنا كما أنشدت فوق مغارة بيت لحم: المجد لله في العلا وعلى أرض السلام. إذا كان المسيح هو مصدر السلام وواهب السلام، فلا سلام لمن يبتعد عنه، لا سلام للمنافقين، يقول الكتاب المقدس. وأخيرا يقول القديس أوستينوس بهذا الموضوع، موضوع السلام الداخلي: قلب دخلت لك يا الله ولا يستريح إلا فيه. آمين يا رب. آمين يا أبونا، وشكرا على يعني محور آخر جاء فيه الأبونا طبعا وركز على موضوع المحبة. فالمحبة والسلام هنا هما زي ما بقول عملة واحدة بوجهين، أو وجهين لعملة واحدة. نعم، هو الداعم للسلام. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار أبونا جورج، وربنا يمنح الجميع السلام في القلوب، في البيوت، وفي بلادنا بنا وخاص، وفي جميع أنحاء العالم. آمين. كل العالم هو ملك السيد المسيح الذي فداه بدمه. نعم صحيح. آمين يا رب. شكرا أبونا وصباحك نور. شكرا. شكرا. يعطيك العافية. فجميل ما تكلم فيه أبونا فرح، وأيضا أبونا جريس سميرات، وأضافوا لنا منبع السلام هو الإيمان، الإيمان بالسيد المسيح. إذا أنت لا تؤمن ما في سلام، حتى لو صار عندك مصاري وغنى وفلوس وهيك، لن تنعم في السلام إذا لم تكن مؤمنا بالله. يعني بدي أصنع أنا، يعني بدي عوامل مساعد، يعني في البيت الواحد بهاي الضغوطات، يعني بنصح القديس إغناطيوس الأنطاكي بالتنفس العميق خلال التأمل بآيات الكتاب المقدس، بالمسبحة الوردية، بالصلوات، هاي كلياتها تخلق سلام داخلي. نعم. لأنه إحنا بطبيعتنا عصبيين، خصوصا اللي بيعيشوا بالمدينة والضجة والسيارات والأزمة،
ويعني بتحسها في حرب بالسواق، في حرب بالشارع، في العالم اليوم مستعجل على لقمة العيش، الكل بسعى، اللي بيبيع اللي بيشتري، بالضجيج والزحام هذا كيف أستطيع أن أصنع سلام بدون ممارسات روحية، بدون التقرب من الله بهذه التقويات والعبادات اللي بتساعد على سكيني. يعني في ناس بيقول لي أبونا أنا بس بمسك المسبحة بصلي شوي بعدين بنام. مش غلط، مش عيب إنه الواحد هو بالعكس بتعطيه أحلام هادئة، بتعطيه سكيني، بتعطيه إذا سلامنا بدنا نشتغل عليه. أوكي، ما نحن يا يسوع المسيح وليس بمجهودنا الشخصي وهو دعم مجانية من الله، ولكن بدي أنا أمشي فيه، أضل مفاعيله في حياتي أنميها. نعم، أنمي مفاعيلها. أبونا في عنا اتصال أيضا من الأستاذ سليم فشحو. صباحك نور أستاذ سليم. صباحك نور دكتورة وصلواتك أبونا. أرثوذكسية وأيضا مسؤول كمان في الشبيبة في هذه الجمعية، جمعية الثقافة الأرثوذكسية. الله يسعد صباحكم وإن شاء الله نهاركم سعيد. شكرا لحضورك ووجودك معنا هذا الصباح في برنامج صباحكم نور. صدقيني أنا ولأول مرة، لكن ما راح تكون آخر مرة إن شاء الله. صباحك نور أستاذ سليم. صلواتك يا أبونا، صباحك نور. شكرا كثير، شكرا. أستاذ سليم، أنت يعني كشاب وأيضا في الكنيسة الأرثوذكسية، أنت كشاب كمان وأيضا كمان عندك محاضرات وعندك أيضا برامج. يعني برامج في الصدد هذا والتعليم المسيحي، فماذا تقول عن موضوع السلام وبحث الإنسان المجد دائما عن السلام؟ هل هناك سلام حقيقي؟ هل ما معنى السلام المسيحي؟ ما هو معنى السلام الذي أعطانا إياه السيد المسيح؟ فتفضل أستاذ سليم. إذا فضلك مرة تانية شكرا دكتورة. بتعرفي يعني بخبرتنا مع الشباب، نعم، الكلام اللي نحكى من الآباء كلام جدا عميق ومهم جدا نفهمه ونعيشه، ولكن مع فئة الشباب أنت بتضطري تترجمي الفكر الروحي لفكر عملي، نعم، وتحاول تبسطي قدر الإمكان حتى يعني يوصل بأسهل الطرق وينفهم. إذا بتسمحي لي يعني وإن شاء الله ما أطول سريعا، فضل. زي ما الرب يسوع يعني شطر التاريخ، عمل إشي كتير مهم إنه غير المفاهيم. فإذا كان السلام بده يجيني من الخارج في وقت من الأوقات، الرب يسوع غير المفهوم وأصبح السلام يخرج مني. مش هيك كان يقول لهم السلام لكم؟ إذا أنا ما عشت هذا السلام ما بقدر أعطيه لغيري، وأصبح تركيزه على إنه أنت تهتم بإنك توصل للسلام الداخلي وسلامك مع نفسك، نعم، حتى تقدر من خلال هذا السلام تقدر تمنحه للآخرين. وركز الرب يسوع، وإحنا قديش بنحكي للشباب ولأنفسنا نعيش دكتورة بإشي في غاية الأهمية. ونعطي مثل بسيط، أنا ساكن في بيتي، مهما كان هذا البيت صغير متواضع، عندي بيتي وعندي العالم الخارجي. أنا مهم جدا أهتم بنظافة بيتي. نعم. في أي لحظة بيندق بابي في ضيف، أنا بسلام أهلا وسهلا بستقبله. يعني إحنا بنحكي الدنيا الصبح ودائما إن شاء الله نهارنا يكون مبارك، ولكن الرب يسوع دائما بيركز بيقول إحنا ما بنعرف الساعة اللي فيها منوقف قدام ربنا، وربنا رح يحاسبني على اللي بيخرج مني أنا، مش اللي بيعطيني إياه الآخر. يعني إذا أنا شخص اعتدى علي، مش رح يحاسبني ربنا على اعتدائه علي بقدر ما رح يحاسبني على ردة فعلي أنا، أنا رح يحاسبني عليها. هل أنا بسلام كامل مع نفسي؟ هل أنا علاقتي مع ربنا منحتني هذا السلام؟ طبعا هذا الموضوع حتى أقدر أعيشه صح ونحول كلمة السلام دكتورة من مفهوم يعني كبير جدلي إلى مفهوم حياتي نعيشه، هو في له إجراءات. إذا أنا كنت متحد بالكنيسة أبونا وبأسرار الكنيسة، بسر التوبة والاعتراف، بسر الإفخارستية، على تواصل مع الآباء القديسين والكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة، وأنا عم بعيش هذا الكلام، إذا أنا أحيا السلام في داخلي. وأكبر مثل يمكن إذا بتسمحين لي دكتورة نحكي فيه مهم جداً، هو بولس الرسول
يعني حياة بولس الرسول قديش كانت مليانة مصاعب، مشاكل، حروب، ضربات، جلدات، ولكن هذا الشخص كان عنده قوة ذهنية هائلة لدرجة عايش السلام الكامل في داخله اللي كان يقول لي اشتهاء أن أنطلق. هناك مع المسيح بكون أفضل. مين فينا ما بيخاف من الموت؟ ولكن لما أنا بكون عايش هذا السلام هذه الساعة بكون أنا جاهز في أي وقت. بالضبط. فهي فكرة السلام، أنا بدي أمنح السلام للآخر. يعني مثلا شكسبير بيحكي كلام كثير جميل، بيقول ما في إشي حلو في إشي بشاء، الموضوع بيعتمد على قلبك، على فكرك، على جوا، على مخك. إذا كان أنت قلبك نظيف وحلو ومليان فرح بتشوف كل إشي حلو، ولكن إذا أنت قلبك كان مليان شرير زي ما قال الرب يسوع بإنجيل يوم الأحد في إنجيل المخلع أبونا، لما انغفر خطاياه قال له مغفورة لك خطاياك، الكل صار يحكي ويقول إنه يعني شو هاد عم بغفر الخطايا، جاوبهم وحكى لهم لماذا تفكرون في الشر في قلوبكم. لما أنت قلبك شرير بتصير تشوف كل إشي شرير، بتصير تشوف كل إشي بشع، ولكن لما أنا أكون عايش بسلام، بقناعة، برضا، بتفاهم، ببساطة الحياة. المسيح كان كتير بسيط، عيش حياتك ببساطة، هذيك الساعة بتصير أنت تنقل هذا السلام للناس، للعالم، لجارك، لأخوك، لأختك، لابنك، وهيك الدائرة بتوسع. مشان هيك بولس الرسول لما بقول لو نقدر نسالم كل العالم، هذا الموضوع مش مستحيل أبونا. يعني مستحيل. واحد بيجي بقول لك كيف بدي أسالم كل العالم؟ بتقدر تسالمه لما أنت يكون عندك سلام في داخلك. يعني أنا دكتورة آسف إني أنا قزمت الموضوع بطريقة بحب أحكي فيها هيك مع فئة الشباب حتى يفهموا هاي المفاهيم الكبيرة والعميقة بالكنيسة. نعم. حتى ما تكون حلو. كلمات يعني صعبة الوصول إلها. لا بالعكس، طريقتك هي جميلة. كان كلام واضح بهذا الشكل. لا بالعكس، يعني أنت جملت الموضوع بالنسبة لموضوع مفهوم الشباب عن موضوع السلام، فجبت أمثلة جدا رائعة على أساس يتمثلوا فيها، والموجودة في الإنجيل المقدس مش موجودة هباء، لا، حتى تعلمنا، يعني حتى تكون إلنا قدوة في تساؤلاتنا، نلاقي أجوبة على التساؤل المطروح منا، خاصة في هذا العصر وبأي عصر يعني وجدنا فيه. لأنه في ناس مثلا خاصة الشباب يقولوا لك هذا كان بالزمانات قبل 2000 سنة، مش هلا على هذا العصر المتعدد. نعم. المصادر المتعدد، الطلبات والإمكانيات كان. نعم. بالزمانات لما كانوا يحصدوا ويحرطوا ويلقطوا تيعيشوا، فإحنا هلا تغير الوقت، لكن الإنجيل المقدس هو لكل وقت لكل زمان. يعني ربنا رسالته قالت أنا الأول وأنا الآخر. نعم. يعني أنا الألف والياء. فشكراً لك يا أستاذ سليم. تحب تضيف شيء آخر؟ شكراً لنور سات، يعني اللي حامل يعني على عاتقه هاي المهمة إنه يوصل كلمة ربنا للعالم كله بهاي الطريقة وبهاي البرامج الجميلة. إن شاء الله يا رب تكون يعني أيامكم كلها خير وصباحكم نور. ومرة تانية شكرا يعني لهاي الفرصة اللي خليتوني أشارك فيها بهالبرنامج. بالعكس، وإحنا بدنا إياك مرة تانية نحكي في على الاستوديو، يعني إنه نكسبك بالاستوديو بيكون بوقت مناسب لإلك أستاذ سليم. بيشرفني هذا دكتورة بأي وقت. الله يسعدك، شكرا لإلك وصباحك شكراً. نور. شكرا. المفهوم اللي طرحه الأستاذ سليم فشحه وهو عضو جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، مسؤول الشبيبة الجامعية. حلو لما بتشوف شباب علمانيين بيطرحوا هذا العمق في التفكير من منطلق إيمانهم. يعني أنا كتير هيك بحب لما بشوف شباب بهذا الجيل عندهم هذا الإيمان العميق. جميل. عندهم التأمل في إنجيل وكلمة ربنا وبيساعدوا الآخرين، فهذا من منطلق ومن منبع إيمانهم برضو عم بيعطوا من فيض ما قلبهم يحتوي بيعطوا للآخر. جميل جدا. فناخد اتصال الصديق الدكتور جلال فاخوري أيضا في موضوع السلام، أكيد هو سوف
يزيدنا من البيت شعرا أيضا، فمنقول لك صباحك نور دكتور. صباح الخير إليك ولأبونا جورج. الله يسعدك يا رب. صباحك نور دكتور، خلينا إياك. خليني أنا أحكي كلمة، أن جميع الآباء اللي تكلموا والأخ سليم حكوا كويس. نعم. ولكن في مشكلة إشارة يجب أن نتوقف عندها بالغة الأهمية. تفضل. وهي أنه السلام الخارجي اللي حكى عنه أبونا جورج ليس سلاما، هو سلم، هو سلم وليس سلام. السلام الداخلي هو أن تنام في حضن السيد المسيح وتأخذ نفسه وتتكلم بصوته وتعيش معاك وحدة واحدة، بمعنى آخر أن تلتحم أنت والسيد المسيح في حياتك، أن تعيش مع السيد المسيح. هذا هو السلام. السلام داخلي كالسعادة، لا يوجد سعادة في الخارج، يوجد سعادة في الداخل بداخل الإنسان. كذلك السلام هو في داخل الإنسان من ناحية ثانية. ما معنى السلام؟ السلام يجب أن يتضمن هو العدل الإلهي. هذا هو السلام. جميل جدا. أن تكون صاحب أخلاق، أن تكون وفي، أن تكون إليك ضمير، أن تكون كل هذه الأمور هي سلام، وليس سلام خارجي. السلم الخارجي يتعلق بشؤون البشر، يتعلق بموضوع الحروب والطمأنينة بين البشر، في العلاقات بين البشر. وبالتالي هي ليست سلام في الخارج، هي سلم. جميل جدا. خلينا نفرق بين السلم والسلام. السيد المسيح لما قال سلامي أعطيكم، أي أنني أفهم السلام كما أفهمه أنا، وأنا بدي إياكم تفهموا كما أفهم أنا وليس كما تفهموا أنتم. نعم. وبالتالي إنه يعني جرد البشرية من كلمة السلام إلا إذا كانت داخلي. أن تنام في حضن المسيح، أن تأخذ صوته وتتنفس نفسه ويلتحم دمك بدم السيد المسيح، وأن تكون على مثال المسيح. لذلك المسيح لما إجا على الأرض إجا ليعملنا آلهة على الأرض، لنكون سيد المسيح على الأرض. ولذلك قال سورة الله ومثاله، نحن على سورة الله ومثاله. شو معنى سورة الله ومثاله؟ يجب أن نكون روحنا هو روح إلهية وليست بشر يعني. نعم. هذه هي مشكلة السلام، مشكلة معقدة جدا، يجب أن يفهمها كل إنسان، بأنه خارجي لا يوجد سلام، يوجد سلم. نعم. العلاقات بين البشر. في فرق بين السلام والسلام. في حين أن السلام هو الروح الداخلي في الإنسان. الروح الداخلي موجود في السيد المسيح. نعم. عندما يعطينا إياها، أنا أعطيكم سلامي، أي أعطيكم روحي، أعطيكم نفسي، أعطيكم صفاتي، أعطيكم شخصي. نعم. هذا هو السيد المسيح. جميل دكتور. جميل الشرح والمقاربة بين السلام والسلم كمان، يعني والفرق بين السلام والسلم. فأنت جبتها بشكل أنه الاندماج بالسيد المسيح لهذه الدرجة. نعم. حتى لما الواحد بينام بقول لك يا رب استودعك روحي، ومثل ما تفضل وقال أنام في حضن السيد المسيح. آمين. آمين. لأسلم روحي وأسلم حياتي. آمين. لأنه بين يدي. جميل. لأشعر بالسلام. الإنسان الغير مسلم بهذا الشيء ما بيشعر بالسلام. عشان هيك قلنا علينا الإيمان، والإيمان القوي الواثق. أنت بتؤمن، إذن أنت تثق. إذا بتؤمن بالرب أنت تثق بالرب، وإذا ما في ثقة ما في إيمان. آمين. سيدتي سئل أحد الفلاسفة. نعم. قال له أنت طيب طول النهار تتفلسف، وين السلام؟ قال إذا لم ترى الله في داخلك فأنت لست مسالما أصلا. نعم.
نعم صحيح، ترى الله في داخلك. حلو حلو، جميل جميل. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور جلال فخوري. صباحك نور يا رب. اهلا وسهلا. شكرا دكتور. شكرا. اعقب نعم. حسب المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الأمم المتحدة استخدمهم مصطلح السلام يعني، ويعني السلم على مستوى محلي احنا بنقول السلم الأهلي. نعم. يعني انه يكون جميع فئات المجتمع من شتى المنابت والأصول على انسجام تحت ظل مظلة وطنية واحدة يشملها دستور الدولة المعاش في هذا السلم. أما السلام هو استخدمته الأمم المتحدة، إحنا لما وقعنا إيش اتفاقية السلام مع إسرائيل مثلا، اتفاقية وادي عرب، اتفاقية إيش بسموها؟ اتفاقية السلام. نعم. فمصطلح السلام يعني سياسيا خارجيا موجود، يعني أنا ما اخترعته يعني، بس هو موجود في المواثيق. بس تمييز الدكتور الشق الأول عميق جدا وبعد فلسفي عظيم. نعم. هذا الاتحاد اللي مبني على العلاقة الشخصية مع يسوع، يعني هذا ما بفهمه إلا اللي بعيشه، وفعلا مبين الدكتور من إيمانه يعني. طبعا في أشخاص عندنا على الصفحة، سوسن قندح وخالد دواهر وفادر جورج سمير، أهلا وسهلا يا أبونا، وروشان تويمي وعفاف جرايسي ومي حداد فيصل جهاد، نور عياد، استفسار: مريت بتجربة صعبة بمرض زوجي بالكورونا، وصل إلى حالة سيئة جدا ولم يطمئن الأطباء، وأنا كنت أشعر بسلام داخلي وواضب في مرافقتي له في أحد المستشفيات، وتم نقله لوحده لمدة أسبوع إلى مستشفى الفرنسي بالقدس، والحمد لله تعافى من فضل الله والشكر له. كل رمشة عين والله يمتع، والله يمتع الجميع بالسلام الداخلي. وأحلى ضيوف الدكتورة باسمة، أثريتونا بالمعلومات القيمة، الله يحميكم، صباحكم نور. شكرا يا نور عياد، وألف سلامة لزوجك، وإن شاء الله تعيشوا دائما بالسلام ومحبتكم لربنا وإيمانكم أيضا العميق، وصلوا لنا وأنتم في الأراضي المقدسة. وأيضا فيروز الراشد، صباحكم نور، ربنا يسوع وسلام المسيح يرافقكم أبونا ودكتورتنا الغالية، ويعطينا سلامة سلامة حتى نعيش سلام الرب على الأرض ونعمة نعمه السماوية تملأنا، أمين. وألف شكر على مرافقة نورسات لنا في زيارتنا ليكونوا بأجمعهم واحد في عمان. أهلا وسهلا يا فيروز، بتشرفينا، ودائما الأردن بلدكم الثاني المضياف. شكرا لإلك. عماد جبران الصياغ، أهلا وسهلا، ونجيب منصور وسوزان سفر ومها عياش، معنا عدة دقائق لننهي موضوعنا. يعني إذا بنقدر نلخص أبونا الموضوع، خاصة مع الأباء الكهنة وأيضا إضافة العلمانيين اللي أضافوا إلنا وما تفضلت به، يعني نقدر نلخص الموضوع في 3-4 نقاط. كيف نحصل على السلام؟ الإيمان، الإيمان هو منبع السلام. إذا أنت لا تؤمن ما في سلام. الإيمان بالله، التوبة والاعتراف، إنك أنت تعترف توب عن خطاياك. الإنسان المليء بالخطايا واللي بتأرق مخه لو في إيمان، إذا ما في اعتراف وتسليم وتوبة عن هذه الخطايا اللي عملناها واللي عم نعملها يوميا، فما في سلام داخلي. الإيمان والتوبة والاعتراف، ومن ثم طاعة الله. لما بنقول طاعة الله بوصاياه، لما بيطلب منا المحبة، الخدمة، الابتسامة اللي ضحكها أبونا جورج شرايحة في البداية، نساعد الآخرين، نحقق العدالة، نعطي الحق، نعطي مساعدة الناس في حياتهم، يعني هذه هي الطاعة. فلما بقول إيمان وتوبة وطاعة، ثلاثتهم هن بيحققوا لنا السلام. ونتيجة هذا العمل اللي منقوم فيه، انه من ايمان وتوبة وطاعة نصير ابناء الله، ابناء الله شبهين فيه، ناخذ يعني هذه البنوة ونحصل على النعم اللي وعدنا فيها السيد المسيح. ولما منتشبه بربنا نصبح نحن صانعي سلام، نحن منصنع السلام ونعطيه للآخرين أيضا زي ما أعطانا السيد المسيح السلام. فسلامي أعطيكم، سلامي أمنحكم،
لا ليس كما يعطي العالم هذا السلام، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. راح تلاقوا في اضطراب وفي اضطهاد لكم، وفي ناس تحقد عليكم، ناس تضطهدكم، ناس تحاربكم، ناس تظلمكم، لكن ثقوا فأنا غلبت العالم، مثل ما قال السيد المسيح في الإنجيل، فأنا غلبت العالم وقابل الشر بالخير، كما قال السيد المسيح لا يغلبنكم الشر بل اغلب الشر بالخير. آخر شيء بنحكي اللي هو تمجيد الله. تمجيد الله يسوع ربنا حكاها بشكل صريح وواضح، المجد لله في العلا ومن ثم على الأرض السلام. إذا ما في تمجيد لله في السماوات ما في سلام على الأرض. إذا قبل ما تحكي أي كلمة أو أي ما تقوم بأي عمل أو بأي قرار بتاخده بحياتك، إذا ما مجدت الله وطلبت العون من الله تعالى ما في سلام رح يطرح في قلوبكم. فما تبحثوا عن السلام بين البشر، ما تبحثوا عن السلام بالماديات، ابحثوا عن السلام في السماويات. هناك السلام الحقيقي الذي لا يزول، السلام الأرضي يزول، السلام الأرضي، السلام المال والثراء والمواد الماديات، السيارة والبيت والآخرة، هذا ما بيجيب لك سلام، هذا بيزول. يعني بالحروب هي مثلا عندنا العراقيين المسيحيين بالعراق تم اضطهادهم وخسروا كل شيء، مالهم مصرياتهم، يا ما سمعنا قصص يقولوا انه كان عندنا وكان عندنا وكان عندنا كلنا خسرناه. فلم يجدوا السلام في هذا الشيء لما تعرضوا للاضطهاد ونزحوا من بيوتهم وتركوها، ما لقوا السلام الا بالتزامهم وتمسكهم بإيمانهم بالله بيسوع المسيح. فإيماننا احنا يعني حاولنا نلخص الموضوع للي الأشخاص اللي تابعونا متأخر، فهذا هو تلخيص الموضوع. خلاصة احنا نترك كمان طبعا الوقت داهمنا، شكرا لكل اللي تابعنا على صفحتنا، نعطيهم النعمة نعطيهم النعمة والبركة نحن ويمنحهم السلام، وبتمنى انه حلقتنا كانت مفيدة لإلهم، وان شاء الله انه بنحكي بموضوع السلام ايضا مرة اخرى في مواضيع في مع اباء كهنة اخرين، انه نحكي بالموضوع لانه موضوع كمان كبير. نعم ناخذ اراء الشباب، يعني حابين كمان احنا ناخذ اراء الشباب ونسمعهم. نعم صحيح. فبنشكركم، نشكر متابعتكم، نشكر على الطاقم اللي كان على البث من الاردن وبيروت، وابونا نعطي البركه وننطلق بسلام المسيح. نعم ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب تصحبكم اجمعين، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، شكرا لكم ولمتابعتكم، فإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله بنفس الوقت. صباحكم نور. أعجوبة ليلة لوميار مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم. ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم، وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، ترنم صلوات ليل ومير، محبة بيت المسيحي، وعندك كلمة صريحة
محبة وخير.